طبعاً هواي علقنا أني وضيتي على محمد سالم وأغاني. فمحمد أنت مطلوب بالظهير الأرض، يعني أرد أعرف وين تلقي هذا الكلام، بس قل لي. طيب نتمنى لك كل التوفيق طبعاً، اللي هو جماهير كبيرة، قاعدة جماهيرية كبيرة، وشفتي حفلة شكل حلو. الآن رحب بأولى ضيفات الظهيرة، المصممة المهندسة معمارية ومصممة ديكور وفنانة تشكيلية ورئيسة رابطة الفنانين في كندا في مونتريال تحديداً، السيدة زينب شعبان. يا أهلا وسهلاً بيك في الظهيرة، نورتينا. أهلا وسهلاً رقية، وأشكر استضافتك إلي بالحقيقة بالبرنامج الحلو هذا مالتك. يا أهلا وسهلا. طبعا هي نشأت في عائلة تشجع على الفن، دعمتها والدها الصناعي ورجل الأعمال والمستشار حكمة شعبان، حازت على جوائز عديدة، تخرجت من نفس مدرسة اللي تخرجت منها الراحلة زها حديد، مدرسة الجمعية المعمارية للمعماريين في بريطانيا. لها مواهب كثيرة راح نتحدث عنها تباعا، لكن بداية خلينا نبدي من النشاط الأحدث اللي هو تأسيس رابطة، أو أنه حضرتك رئيسة لرابطة اتحاد الفنانين والكتاب العراقيين في مونتريال. يعني أكيد هناك عدد لا يستهان به من العراقيين، وبالسنوات الأخيرة أصبحت هناك موجة من نزوح كثير من فنانين تشكيليين إلى كندا. صح، فتحدث بهذا. طبعا اكيد بالنسبه لرابطه الفنانين، هي طبعا تاسست بال 2003 ولها فعالياتها ونشاطاتها، وتاسست في اونتاريو بالاخص مدينه هاملتون. ونتيجه فعالياتهم ونجاحهم بالانشطه اللي طبعا معظمها يعني عراقيه، شافوا انه لانه احنا يعني بلد كندا بلد كبير، فمقاطعاتنا جدا بعيدة واحد عن الآخر، وخاصة بالنسبة للعراقيين مثلا الفنانين من يعني اللي بكوبك، لأن أنا من سكنة مونتريال كوبك، ما يعرفون بالفنانين الآخرين اللي هم بأونتاريو. ولهذا صارت الفكرة أنه نفتتح رابطة في مدينة مونتريال بالأخص، وكلفوني بهاي المهمة، أنه الفعاليات الأدبية والشعرية وحتى السينما الأفلام والموسيقى أيضا، حتى نشجع الموسيقى وطبعا الفن أو الفن التشكيلي، يعني تكون مركز لتجمعهم بالضبط. واللي أكيد راح يسمعون بها الفنانين بالضبط. بدل من كل واحد يشتغل وحدة ويبتعد، وكندا كبيرة أكيد طبعا. لا هي فعلا أرضها كلش كبيرة وناسها كلش قليلين. نعم. وخاصة إحنا العراقيين مثلا بكبك، لأنه لازم تحكين اللغة الفرنسية. نعم. فمعظمهم تمركزوا بتورنتو او بأونتاريو لانه اللغه الانجليزيه هي الاصليه. نعم. فصار هذا الاكو مثل يعني فتفصل بين بين المقاطعتين، ولهذا شفنا انه إلى حاجه انه مثلا اذا يعني اذا كلفوني بهالمهمه نسوي فعاليات تجمع حتى القاره نفسها. نعم. انه كندا مو بس فنانين العراقيين، بالحقيقه طبعا هو الاخص للعراقيين. نعم. ايضا يصير حتى انفتاح طبعا. ويا الفنانين العرب ويا الفنانين الاجانب، لان احنا تعرفين عايشين في بيئة هي أجنبية، بس نريد نروي تراثنا. كثير أجناس فيها بالضبط، ومالتي كلتشر يعني هي بالضبط تعدد الجنسيات حتى بيها. هذا البعد ما حلو يكون، بالعكس بالضبط. تداخل الثقافات فتداخل الثقافات بالضبط. عندنا فد مهمة كلش يعني يعني لازم الشخص اللي يجي هناك يكون يندمج بالمجتمع. البعض للأسف بالغربة يعني يعزل حاله، ما يقدر يندمج مع المجتمع. أكيد بعض الفنانين عانوا من هذا شوية فترة كلش. احنا هواية عندنا فد مجموعة كلش كبيرة هسه بكندا، وخاصة بالأخص بأونتاريو، نتيجة اللغة الإنجليزية، لأن احنا بالعراق احنا بالعراق اللغة الثانية هي الإنجليزي. نعم. ولهذا معظم العراقيين يروحون أونتاريو حتى يسهلون على حالهم. بس مثل ما قلتي تفضلتي استرقية، انه لانه هواية من عندهم انعزلوا وما يعرفون شلون يعني يسوون فعالياتهم ونشاطاتهم مثلا بالغاليريات او بالمعارض، ولهذا صارت هي مهمتها. سوينا كم معرض بأونتاريو كلش نجح، لانه احنا قمنا نتعرف على بعض ويا الفنانين العراقيين، تفتح لهم ابواب بالضبط ومتنفس من عندهم، مثل الفنان محمود فهمي. هواية عندنا فنانين علي المعمار موجودين كلهم متركزين في كندا طبعاً. فما قدرنا يعني فت فرصة انه نشارك وياهم، وفعلا هو هذا صار الشيء من المشاركة. طيب يعني من كلامك افهم انه اغلبيتهم انضموا الى هذه الرابطة. هي بالحقيقة احنا لين فرع مونتريال، فهسه مثلا فنانين استونا احنا هسه من يعني اول افتتاح صار لنا بديسمبر بالحقيقة، شاركوا بها خمس فنانين عراقيين. واحد من واشنطن دي سي من امريكا، محمد شعبان هو مصور فوتوغرافي، ومن مونتريال
الاغتيال مصور حسين حلي وايضا النحات المعروف طارق معروف. نعم. ومن اونتاريو كان عندنا الفنان كريم عباس، فصار اول الافتتاح هو افتتاح الرابطه وبنفس الوقت هو معرض فني مشترك. فهسه طبعا فعالياتنا الجايه حنشارك اكثر عدد من كميه من اونتاريو لان نريدهم يجون ايضا. انتوا وثقتوا هذا بافلام على اليوتيوب؟ طبعا وثقتوا الحدث على اليوتيوب. وبالحقيقه هو يعني التقرير اللي سواه ليانا بالافتتاح مخرجنا اللي الشاب الله يعطيه الصحة والعافية لأن صار عنده وعكة صحية، المخرج حيدر فارس، يعني أوجه له تحية ويعني فنان جدا يعني بشغله. ليلي حيدر فارس هو نفس الفاز بالجائزة بالأفلام؟ نعم نفسه. أي. يكتب لي على سناب بس يبين عندي بس. أي. من اروح على رسائل للاسف هو نفسه بالحقيقه قد شخص جدا جدا يعني طموح. جدي بشغله وطموح وعنده يعني نظره للكاميرا كلش تختلف، ولهذا هو من جاز فائزه بجائزه الفيلم التجريبي كانت بكندا ونعرض بالسينمات. أي. يعني ورحنا شفناه طبعا هو اذا ما تخوني الذاكره كان عن فاجعه الكراده. نعم. وهسه عنده افلام اخرى تخص العراق بالحقيقه وتخص ظروفنا احنا بالعراق، ما اريد يعني اطرح بيها لانه هذا موضوعه طبعاً. ان شاء الله هو يفاجئكم احنا بيها. من الظهيره نبارك له. أكيد. واتمنى طبعا تمر على الشاشه الان فيلم هو هذا الفيلم اللي هو صوره بالحقيقه هو صوره. أي. من انتاجه ليمثل الافتتاح للرابطه وللمعرض الفني اللي قمناه. نعم. والمشاركين والمشاركات به اكيد هذا انتاجاتهم قسم النحت قسم صور وقسم شكلنا وقسم فن تشكيلي. وهي كانت هي بالنسبه لي اول تجربه بالحقيقه بالنحت. بالنحت نعم شاركت باربع لان اني يعني اكثر شيء بالرسم والتشكيل الفني التشكيلي. زين كان هذا موضوع حوارنا مع النحاته رغد عبد الرزاق. وشفت واني احييها من هنا لانه فعلا اللقاء كان كلش ممتع وحتى اني استفدت لانه اني ما ادري انه بنت الفنان بنت الشاعر المعروف عبد الرزاق عبد الواحد عنده بنيه فنانه ونحاته بالحقيقه لانه هواي قليل عندنا نحت بس بالعراق. انت هواي قالوا لي بما انك كنا نعرفها كانت فت سربرايز جدا. أي. حلوه من عندك انه طلعتي لي يعني. هو هذا احنا بالظهيره يعني نسلط الضوء على الناس يمكن عندهم منجز كبير لكن المشاهد قله بحثة او امور حياتيه ما اخذتها كثيره فمهمه الاعلام احنا نسلط الضوء ونقدم هذه الشخصيه العراقيه الايجابيه المنجزه بالضبط. فهذا واجبنا اني اتصوره اكيد حتى احنا الفنانين انا ما كنت اعرف بالحقيقه فصارت فت سربرايز. لا زين انت متابعه الظهيره يعني. طبعا متابعتها انا من روادها. لا يعني يسعدنا انه العراقيين بكندا يتابعونا. اكيد اكيد دفنتلي اكيد. طيب نقول له مبروك الحيدر وان شاء الله يكون لي مع لقاء حتى لو على الهاتف. هاي مسج اقولها على الهواء وحاضر ان شاء الله اسهل المهمه هذه ان شاء الله حتى نتحدث عن انجاز الحلو. اكيد. طيب اتمنى لكم كل التوفيق في هذه الرابطه وان شاء الله يكون لها اثر ودور مهم هناك في الحركه الثقافيه العراقيه بكندا وايضا من خلال الكنديين شلون يتعاطون مع منجزكم الثقافي. بالحقيقه هو يعني الفن بصوره عامه يعني فن هو عالمي يعني هو مو لان احنا نعرض كل شيء يعني مو شرط الا فن شرقي. طبعا هم من ناحيه الفن الشرقي يحبون العناصر الشرقيه باللوحه خلينا نقول او بالفن بصوره عامه فيعتبروه لان غريب حتى الحرف العربي عندنا يعتبروه يعني شكل فني كانهم يستكشفون بالضبط كانه هي لوحه من حتى الحروف من الرسم يعني يعتبروها هي رسم يقولون هاي شلون هاي رسم له هو شنو له هو حرف يعني مثل الاي بي سي مالتهم. فبالحقيقه هوايه صارت يعني احنا نتيجه مشاركاتي ويا العرب ويا الاجانب صار فد انفتاح معين وعرفوا انه اكو حضاره واكو من خلافه لان احنا مثل دا نوجه رساله. نعم. الفنان له يعني فد صفه خاصه انه
يوجه رسالته عن طريق لوحاته ويطلع كذلك مشاعره. نعم. هو من يح من من يرسم مو يعني كيف شان عايش، شنو صار، حضارته، ثقافته، كلها هاي تبين بلوحه ممكن وحده. نعم. فيعطي فد اتموسفير او فد جو معين المتلقي الاجنبي راسا يحس بيها، وراسا يعرف انه هذا الفنان مميز، هذا ها هو هذا العراق او هو هذا الجانب اللي المشرق. الحمد لله انه المشرق هذا بالضبط، لانه احنا نركز على أنا بالنسبة إلي كفنانة رسالتي أن أركز على الأشياء الإيجابية. نعم. موضوع المرأة طرحته بلوحاتي وموضوع جدا مهم أنا بالنسبة لي، مثلتها بمدن من الراقصة إلى الحالمة. نعم. إلى المتوعدة كل صورها. كل صورها، لأنه المرأة بصورة عامة تمثل مشاعرها جدا بالفطرة يعني طبيعية تصير. نعم. ممكن هذا حتى يخلق داخل التساؤلات تقوده إلى البلد، يريد يرجع التاريخ، يروح يقرأ، يروح بالضبط. يبحث عنه، يدور، ممكن هاي يأخذ يعني خيط منا مثل ما يقول. بالضبط اكزاكتلي انت حكيتي بالضبط، لانه بالحقيقه هو يعرف انه حضاره وادي الرافدين واحنا منه بالاصل. نعم. بس هو من دي يشوف الميديا هسه ودي يشوف هوايه صور يعني سلبيه. نعم. فما دي يعرف انه هذا شلون دي يربط بهذا، وين هم الناس اللي يعبرون عن هاي. نعم. المحنه او. نعم. فهوايه فنانين عبروها بعده، سواء فرح او حزن او بس كانت رسالتهم جدا واضحه. طيب سيد زينب، انت مهندسه معماريه. نعم. وفنانه تشكيليه ومصممه ديكور، الان انت وينش من هذا كله؟ يعني فنانه تشكيليه واضح انه انت ماخذه هذا المجال هذا، يعني الهندسه دكتيها. لا هو شوفي صارت انه انا طبعا اصلا ما كنت انا يعني بطبيعتي من زمان يعني من الصغر ارسم. نعم. واحب الرسم ودخلت المعماري لين هو رسم. نعم. يعني اهلي كانوا يمانعون انه ليش تدخلين اكاديميه فنون، على الاقل اكو شغله مهنه تقدرين. نعم. يعني تعرفين لان الفن التشكيلي راد له خطوات جدا يعني طويله حتى الانسان يشتهر او الانسان يوصل حتى يحصل كمجهود يعني. نعم. مادي خلينا نقول. نعم. للعائله وللهاي. نعم. فكان الهندسه المعماري هو المشروع. نعم. وفعلا انا حبيته ودخلت يعني لان انا احب كل شيء بخط، كل شيء بديزاين، كل شيء بتصميم وهاي، ولهذا طبعا الهندسه المعماريه والفن والتصميم هو واحد. نعم. الداخلي احنا دائما يعني من ندرس من الخارج الى الداخل ونصمم من الخارج الى الداخل. فطبعا بالعراق اشتغلت فتره وبعدين تخصصت بالتصميم الداخلي من انجلترا، لان كنت عايشه حوالي 8 سنين بانجلترا. نعم. وبعدين من جيت لكندا قلت لا خل امارس مهنتي. نعم. اوكي. فمارستها لمده 10 سنين. اشتغلتي باهم المكاتب المعماريه اللي هي حتى كانت عندنا مشاريع بدبي. أي. وابو ظبي شاركت وحتى بعمان بالدول العربيه كان عندنا مشاريعنا، وكنت كلش منفعله لانه انا يعني العراقيه الوحيده او العربيه الوحيده بالشركه. نعم. لان الشركه كلها اجنبيه. نعم. فكانوا حتى يعني يهتمون انه شنو التصاميم اللي تعجب العرب وشنو الاشياء، فهي كانت كلها متداخله. بس انت ما ركنتي الى هذا النجاح، بدي انه بالحقيقه يعني لانه بعيد بمدينه مونتريال بالذات ما بها عماره صدق. يعني ما يشجعون على التصميم والخيال. نعم. يعني من شفت مدينه دبي بالحقيقه فاجاتني بالتصاميم وبالحريه التصاميم وبالحريه الانسيابيه مال كل شيء ويا يعني ويا الاتموسفير مال البرة. نعم. فبينما احنا بكندا جدا قليل عندنا التصميم، جدا محدد. ولهذا اكثر شيء يهتمون بالاشياء التكنيكال اللي هي تكنيكيه. فانت تملكين هذا الذكاء، تعاملتي مع المعطيات بالضبط. الموجوده هناك بالضبط. أي. وطبعا انا خرجت لاسباب اداريه لانه اريدت اصير انه اسوسييت بالشركه. نعم. ولان عربيه وما عربيه فصار اكو فد خلل بيها فتركته، قلت اوكي يعني اذا جتني فرصه في يوم من الايام. اني دائما لان بنفسي التصميم فدائما بدمي يعني هذا ما فتشي ما يطلع من عندي. طيب. فاتجهت بالفن التشكيلي. التقيتي بالراحله زها حديد؟ والله خرجتوا من نفس المدرسة طبعا. أي. بالمدرسة من دراسة أنا اتخذت المشروع مالتي كان بالماستر يعني تصميم البيئة بالحقيقة بذاك الوقت بال 1997 كانت جدا جديدة البيئة والمناخ والهالشغلات. يعني رحنا للمكتب مالته، كان مكتبها بعده صغير. نعم. ما عدا هي كانت بذاك الوقت كانت خارج المكتب، بس شفنا الاتموسفير او الجو المكتبي الموجود عندها، مكتب صغير بس تحسين طالعه من انسانه فعلا مو فنانه هي.
اكثر مما هي مهندسه معماريه او يعتبروها معماري، لانه كل شيء بالمكتب مع يعني بالرغم من صغره شفت فد اشياء اللي انا ما كنت شايفتها بمكاتبنا الهندسيه اللي هي مكتبيه خلينا نقول. وحتى المجلات والاشياء اللي حتى التصاميم اللي كانت على الورق، فبالحقيقه يعني كان بودي انه اشوف معماريه. بس انا بالحقيقه يعني ما هو هذا الماستر كان لمده سنه، صارت عندي ظروف معينة فما قدرت أكمله إلى الآخر، ولهذا دخلت تصميم داخلي بعدين يعني بإنجلترا. بس كنت أتمنى أنه يعني ألتقي بها مرة ثانية أكيد. طيب نجي على النحت، أنت قلتي لي بنحت بالفترة الأخيرة أي. وعن أسلوبك أنت، بعض هذه موجودة، بعض نعرضها بعض اللوحات هيجي صح؟ اي صح. بالحقيقه هي النحت اني لانه من بديت ارسم بدايه رسمي، لان احنا باك جراوند مالتي معماري، دائما احنا نتعامل ويا الموديلات ويا الفضاءات يعني الخارجيه ويا تكوين الكتله يعني للبنايه. دائما عندي حب للنحت او التكوين. فطبعا اللوحات جدا محدده من الناحيه، دائما هي تو دايمنشن او بعد ثاني، يعني بس بعد واحد الها. هسه صار كله فبالضبط 3 دايمنشن كله. فاني من خلال لوحاتي كنت من ابدي ارسم دائما احس كانه نفسي انه دا اطلع من اللوحه. فقلت اوكي لا، اني ما درست نحت بالحقيقه، النحت لانه يعني جمعتي الرسم ونحت بالضبط. فاني قلت هاي اول تجربه لي، خل ابدي بالقطع خشبيه وبديت ابني عليها. حرامات يعني ما ادري اذا يقدر المخرج يطلع لي كم صوره. اي هو احنا اتصور اثناء الحديث كانت هناك صور تمر على الشاشه، يجوز مرت بيها. حسيت حالي بيها، حتى عندي 4 منحوتات، واحدة سويتها ما بين النهرين وادي الرافدين، لأنه بالضبط رسمت إنه يعني بالقطعة النحتية نهرين اللي هو دجلة وفرات، وبغداد هي يعني هي الفوكل بوينت أو هو المركز الأساسي. وكأنه هي ماخذة فد شيء انسيابي، وكأنه العراق مثلته. فمواضيع هي كلها مدن، قسم من عدة تراث، اعتمدتي على التراثيات وعلى الطبيعة مثلا. أنت لازمتها كأنه المحمديات اللي إحنا بالبغداد عندنا أو بالعراق بصورة عامة يلبسوها للطفل. المحمديات سلاح أو يسموه أو بالضبط. فقسم من عدها تراثية، وقسم من عدها اللي هي تخص أكثر شيء مجالي، المدن و يعني العماره وهذه باللوحات. والالوان حبيتها جريئه. الالوان كل الالوان انا استعملت، فاني يعجبني انه الالوان اللي تبعث للتفاؤل، تبعث للامل. دائما الواني احب انه تكون مو دارك يعني او غامقه. لانه ما اريد ابعث، ما اريد وصلتي يعني توصل يعني بالوان داكنه. لان الحياه هي حلوه مثل ما يقولون، ومليئه بالالوان. حياة حلوة وانتي حلوة، وشرفنا اليوم بحضورك. شكرا جزيلا. فكنت أتمنى لو عندنا وقت حتى نتكلم عن جوائز حضرتك، لكن أكيد وأتمنى يجمعنا لقاء ثاني بيك. أكيد. زينب شعبان شكرا جزيلا لك، وقوشر من السلام والتحايا لكل العراقيين الموجودين بكندا. شكرا جزيلا ست رقية، أهلا وسهلا بك.